السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكرة الذهبية اللي ما بقالهاش بزاف، يعني وين بين محرز صلاح ومان، كيف ستحسم الكرة الذهبية بعد توقف استمر 3 سنوات كاملة، وين أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عودة جوائز الأفضل في إفريقيا هذا العام، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في إفريقيا يوم الخميس المقبل 21 جويليا الحالي. وين الكاف وين أعلن قبل أيام عن قائمة المختصرة للمترشحين لجائزة أفضل لعاب إفريقي، والتي ضمت 10 لاعبين على رأسهم محمد صلاح، قلت لك محمد صلاح، رياض محرز، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بجانب السنغالي سايدو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني حاليا وليفربول سابق. وبعد الثلاثي المذكور هو الأوفر حظ لنيل جائزة الكرة الذهبية الإفريقية هذا العام نظرا لما قدموه خلال الفترة المحددة لتقييم ما بين سبتمبر 2021 وجوان 2022. محمد صلاح حقق محمد صلاح صاحب 30 سنة ثنائيات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الإنجليزية المحترفة في الموسم الماضي 2021-2022، وين فضل عن وصفه البريمير ليج دور أبطال أوروبا. وعلى مستوى الفردي فاز صلاح بجائزته هداف الدوري الإنجليزي ب 22 هدف، وأفضل صانع لعاب في البريمير ليج ب 13 تمريرة حاسمة. والإجمال تصدر صلاح ترتيب الهدافين لليفربول في كل المسابقات الموسم الماضي برصيد 31 هدف في 51 مباراة. والجديد بالذكر أن صلاح سبق له التتويج مرتين بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2017 و2018. رياض محرز وين اعتلى محرز صاحب الربع 31 عام صدارة هدافين مانشستر سيتي في الموسم الماضي بتسجيله 24 هدف خلال 47 مباراة، فضل عن صناعة 9 أهداف وهي أكبر حصيلة له في الموسم واحد على مدار 4 مواسم مع ناديه. وساهم النجم الجزائري بشكل قوي في فوز مانشستر سيتي باللقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 11 هدف وصنع 5 أهداف في 28 مباراة، وكان محرز سباق وإن سبق له التتويج بجائزة مرة، يعني هذه مرة واحدة عام 2016. يعني أكتشو رياض محرز وين لعاب على بالك وين محرز كيما داش 2019 خيانة. محرز ما داش 2019 خيانة، تعتبر خيانة، يعني أكبر فضيحة صرات في لافريك هذه هي خيانة. نورمالمون محرز كي رب العالمين نورمالمون محرز يعطوها له بلا ما يشاوروا، نورمالمون يعطوها له بلا ما يشاوروا بلا ما يشوفوا موراه، محرز يلبدها ديريكت. شو كيفاش وين كاين كواليس، يعني في 2019-2020 وين كانت كواليس تاع وين هدرها سعيد فلاق هدرها 3 أشهر 4 أشهر قبل لا يعطوه حق ما يخرج هذاك الغايطه يعاير، هذا ما راش باغي محرز يديها، هاي بالكو الافا شكون اللي خرج عنده الحق؟ سعيد فلاق. ناس حضرت سعيد فلاق قال، ومن بعد شايديروا يشروها لسعيد فلاق، يدوروها هذه العصابه تاع كره القدم في ذاك الوقت دوروها وين ضربوها لسعيد فلاق تاع تحلبت. وسعيد فلاق ما كانش قاع فماك قضية تحلبت، يخرجوا يعايروا في سعيد فلاق. سعيد فلاق شتادير عرف، يعني خاطر غير قال تحلبت منه خرجوا لي باج منه وكما صاب. سعيد فلاق هو اللي قالها يخرجوا هذوك العاهرات تاع اليوتيوب ولاو يتعايروا في سعيد فلاق. تعبز هذا ما كان عقل، ما انا خرجت هدرت قلت لكم يا ودي، انتم شفتوا انتم سعيد فلاق قاعد هدر هذيك
خاطي ديك الشيء كان كان على بالي بلي لي باج لي باج على بالي وين تابعين هذوك لي باج. انا على بالي كي نقول على بالي راه على بالي. خاطر سعيد فراق ما سكتش، سعيد فراق تبعهم قضائيا. على حبسوا دوك لي باج؟ على حبسوا؟ ما حبسوش باطل، خاص تشالو تشاولهم الراس، الراس المدبر تاعهم ما كاش الدراهم. الناس كاع خافت ولاو يبلعوا في لي باج تاعهم، راهم يبانوا دوك لي باج تاع تاع لونترينر لو كان يدخلها الروح راني معاه. تاع تشوفها شابه صباح، راك تشوفها راك تشوفوها تاع كلمه تاع شابه صباح تشوفوها. هيا قولوا قولوا لا كاين، قولوا لهم يبانوا، قولوا لهم يبانوا متابعين قضائيا. سعيد فلاق خاد كولاسة، هذه كولاسة، كولاسة صرات ديك. يبان نقولكم، بان نقولكم كلمة، أوبانيونغ كان يلعب في بوروسيا دورتموند، بالك تعقلو معجر بالشيخ بوحنيكة كاع كاع أوبانيونغ كاع أوبانيونغ. بالك تعقلو كاش كاين صلاح، صلاح كانت كانت صالحة مازال ما تولي صلاح، مكاش كاع شيديرو. حاج قلب الطابله، قلب انا خاطش علاه ما دينا كوب دافريك، ما وصلنا دومي فينال، ما وصلنا كارت دو فينال، برومي تور دوزيام تور 2015 باك تعقلوا لها 2016 ما كانش كاينه كوب دافريك 2015. حاج قلب عليهم الطابله قال لهم انا شرفتكم 2014، والله لم تعطوها لولدي، والله لم يديها ولدي، وداها محرز 2016. خاطش علاه تكون عندك كولاسه. واحد مي قلت لها كيما هكا قال لي تما محرز ما كانش تما، ماشي لعاب، ماشي قضيه محرز ماشي لعاب. يا ولو كانك ميسي، ولو كانك ميسي وما عندكش الرجاله، علاه ميسي يستاهلها التاليه اللي داها هكا ترخلي في شراها. مي ما دا لا كوب دورو ما دا والو، شراها ب 50 مليون اورو على على فرونس فوتبول، تعطيها له شراها عليهم، تعطيها له تتويج لعاب بالتريكو تاع باريس سان جيرمان، ما تريكو اشهر وصايب هذا مكان. قلت قودوا علينا دو، ما كانش عندك رجاله والله ما تديها، والله ما تكحل عليها. انا نقول لك على كوب دافريك فين جبناها لعب، كوب دافريك جبناها لعب، طيارات تاع الارمي راحوا فماك ولي بيلوت والارمي متصور فماك بالتوني تاعنا. لا اودي اودي هاي هاي ما تخلوناش نحضروا، بصح خلوها تيجي الوقت، تيجي وقتها وتسمعوها من عند ناس تاع الصح ماشي من عندنا حنا، كذبونا كذبونا، بصح تسمعوها من عند الناس تاع الصح. وين سايدو ماني، سايدو ماني وين بجانب يعني بجانب الباقي اللي باقي اللي يعني بين محرز وصلاح مع ليفربول يتفوق النجم السنغالي على النجمين العربيين بتوهجه مع المنتخب بلاده في منتصف يعني في منتصف الموسم المنصرم بتتويج باللقب كاس امم افريقيا، فضل عن قياده الاسود مثل الاسود السنغاليه الى نهائيات كاس العالم على حساب المنتخب المصري بقياده صلاح. وتسجل الاشاره الى ان ماني احتل المركز الثاني في قائمه هدافين ليفربول الموسم الماضي خلف صلاح بعد تسجيله 23 هدف، وعلما بانه صنع 5 اهداف ماني 30 عام، وهو اعدد الفائزين بجائزه افضل لاعب افريقي بعد تتويجه بها للمره الاولى في مسيرته عام 2019. شوف كيفاش. المهم على ضروك قضيه ما نعرف، ما ناش عارفين قضيه كي دايره، نشوفوا بالك يعطوها المحرز، بالك يحشموا يعطوها، خاطر محرز نورمالمون يديها 2019، هذه تاع محرز 2019. صلاح وين مليح، وصل فينال، وصل فينال واصيف تاع مانشستر تاع البريمير ليغ، دا كوب دافريك، كاليفا بلاد والكوب دي موند، يعني هذه شويه اللي بنادم وفانيك مسلم، فانيك مسلم، فانيك مسلم، مسلم ما عرفتي ما وصلناك يديرو، وصلناك يديرو والله العظيم. هي في الارقام، في الارقام، في الارقام، في الارقام ماني يستاهلها، في الارقام، في الارقام كي نهضروا الارقام ماني يستاهلها. بالك يديها محرز، بالك يعطوها كادو المحرز، ما دينا والو الرب العالي هذه 2022، ما ديناش
مدينة الشعرة، هاتوها لنا خلونا نبردوا بها، ها خلونا نبردوا بها، لا بغيتو ربي، هذه هي، لا بغيتو تعطوها لنا، تعطوها لنا، ما حدث مشي خسارة فيه، تعطوها لنا ما حدث فيه مشي خسارة. محرز فاني قال لعاب ومشي خسارة ياه ماشي عيب تعطوا على المحرز ماشي عيب هذه اللي نتمناوها ان شاء الله وين نقولوا بلي رياض محرز وين يستاهل يعني هذا التتويج يستاهل هذا التتويج رياض محرز يستاهل التتويج ماشي عيب